حاملة أش تخص تأكل؟ تخص تأكل بصفة عامة عادية الماكلة اللي بغات تأكلها، يكونوا بروتينات، يكونوا دي ليبيد، يكونوا دي جلوسيد، ما تخص تفرز في شي حاجة، تأكل بزاف في شي حاجة. دابا لي فيتامين بزاف العيالات تيتلاحوا على المكملات الغذائيه تيقولوا هي اللي غادي. لا، كاينين راه اربعه الحالات، اربعه لي فيتامين اللي مهمين. الحامض الفوليكي، علاش الحامض الفوليكي؟ الاسيد فوليك، حيت تيدخل في التكوين ديال الخلايا ديال الجنين وتيدخل في التشوهات ديال العمود الفقري ديال الجنين. دونك هذا الحامض الفوليكي تخصي تخاد قبل دونك الحمل حتى الاخر ديال الحمل. المادة الثانية اللي تدخل هي الفيتامين بي 12، حتى هي تدخل في التكوين ديال الكرات الحمر، دونك ديال الدم، ديال باش تيكون الدم ديال الجنين. والحامض الفوليكي والحامض والفيتامين بي 12 عندهم حتى هو واحد الدور على هذا، على لي رياكسيون شيميك ديال لوكسيدو ريدكسيون ديال الاكسده، التفاعلات الكيميائيه ديال الاكسده اللي تقدر تاثر على الجنين. الماده الثالثه اللي تنصحوا بها دونك كل الجمعيات والسلطات لا الوطنيه لا العالميه هي اليود. علاش؟ حيت هاد لو فات دابورتي اليود على دوز دو 150 ميكروغرام تدير بان اجينا اللي اذكياء اللي عندهم ذكاء عادي، حيت النقص ديال لافيت ديال اليود تيقدروا يكون عندهم واحد التاثير. اخر ماده اللي مهمه جدا هو الحديد. علاش الحديد؟ لا التكوين ديال الجنين، مي حتى الصحه ديال المراه، حيت الولاده راه دائما صعيبه ويقدر يكون فيها نزيف. وانا نفضل السيده اللي متتبع عندي تكون عندها 13 ولا 14 ديال الهيموغلوبين ديال كو اللي يكون عندها 10، حيت لا دارت لا جات ودارت لي واحد النزيف، سيما ولدت عاديه او لا عمليه قيصريه كان عندها شي نزيف حاد، تقدر تنزل تضيع 5 الغرام ديال الهيموغلوبين. حاجه مهمه نفضلتها تبدا ب 13 وتنزل لي ل 8، كلا بدات ب 10 وتنزل لي ل 5. دونك عليها الحديد مهم جدا. الحديد في البدايه ديال الحمل انا في العياده ديالي اش تنطلب؟ تنطلب دونك تحليلات ديال الدم. الا كانت السيده ما عندهاش فقر الدم في البدايه الحمل ما نعطيهاش الحديد ديك الساعه. علاش؟ الحديد يقدر يعصمها، يقدر يضرها في المعده. ولكن الا كان ديجا عندها فقر الدم ديك الساعه نعطيها الحديد. ولكن في جميع الحالات ابتداء دونك لو ثوازيام تريمست، يعني من بعد 26 28 سيمانه، عندي اكيد نعطيها الحديد واحد الجرعه نسبيه لفقر الدم ديالها باش نطلع عليها هاد الكرات الحمر ديالها، باش نفضل تكون عندها 12 13 14 ديال الهيموغلوبين فين تجي تولد. دونك اللي مهم هو الحامض الفوليكي، لا فيتامين بي 12، اليود والحديد ابتداء من لو ثوازيام تريماس. المادات الاخرين اللي تيكونوا في المكملات الغذائيه ماشي ضروريه الا كانت الوجبه الغذائيه اليوميه كانت عاديه، يعني لا المراه كانت تاكل فواكه لا كانت تاكل لحوم، هذه الوجبه الغذائيه اليوميه راه كافيه. الا بغات تاخذ مكملات غذائيه تقدر تاخذهم، ماشي ولكن ماشي ضروري. اللي ضروري هو الحامض الفوليكي، لا فيتامين بي 12، اليود والحديد.